لكم أختي وفاء ولكل طاقم التلفزيون وراديو الفجر، صباح الخير لكل أهلنا في طول كرم، صباح الخير للأسرة التعليمية، صباح الخير لفلسطين، وأيضا ومن فهمي لطبيعة هذا اللقاء أقول لكم حمى الله شعبنا وطلبتنا ومدارسنا، وإن شاء الله ربنا بيكتب لنا وإياكم الصحة والسلامة. اللهم آمين. يعني بعد الحدث المؤسف بصراحة للفتى من ضاحية شويكي، ونتقدم لأهله بخالص العزاء ياسر التيني، نتمنى لياسر الشفاء بإذنه تعالى، ونأمل كذلك الصبر والسلوان لأهله. يعني حالة محزنة مؤلمة، لكن كنتم قد طالبتم بمنع حضور الطلبة باستخدام السكوترات الكهربائية داخل أروقة المدرسة، أنتم المسيطرون، لكن في الخارج لربما لا حول لكم ولا قوة في السيطرة على الطلاب خارج إطار وحرم المدرسة. كيف برأيك سيتم التحكم بزمام هذه المعضلة؟ أولا أختي وفاء، رحم الله طالبنا وابننا نور الدين التيني، وأيضا كتب الشفاء العاجل لطالبنا ياسر التيني شقيقه الذي يركض على سرير المستشفى الداخلي المحتل. ونحن نتحدث الآن، أنا موجود في المدرسة التي كانت تحتضن الطالبين، تحتضن مدرسة علي نايف الأساسية العليا ومدرسة علي نايف الثانوية، وحضرنا معهم الطابور الصباحي، وأكدنا فيما أكدنا بعد الترحم على روح الطالب وبعد الحديث عن الصبر والقضاء والقدر، أكدنا أن سلامة أبنائنا الطلبة هي على رأس أولوياتنا، لأننا نعني المستقبل، نعني البلد، نعني هذا الوطن، نعني ألا يكون طلبتنا عرضة للخطر الذي يقتل حياتهم ومستقبلهم. ولذلك كانت البادرة في الحديث عن الحد من ظاهرة السكوترات والدراجات الهوائية التي كانت تزخر بها المدارس وتمتلئ بها المدارس، وكنا نلاحظ أثناء سيرنا كيف يكون الطلبة وأيضا الأطفال بشكل عام وهم يسوقون هذه الدراجات وهذه المركبات الخفيفة ما بين السيارات دون الالتزام بكل معايير السلامة المرورية. لذلك ذهبنا بشكل يعني عاجل إلى أن نقول أنه يمنع وصول طلبتنا ويمنع ركوب طلبتنا ووصولهم إلى مدارسهم في هذه الدراجات. ويعني كما كنا نتوقع أن هناك سرعة استجابة، اليوم في هذه المدرسة أختي وفاء وفي المدرسة الأخرى التي كانت قبل ذلك كانت على شكل كراجات لهذه المركبات، اليوم أقول لك أنها فارغة بالكامل من السكوترات ومن الدراجات الهوائية التي شكلت عرضة للخطر على أبنائنا. ولذلك قلنا في مديرية التربية والتعليم، ما دمنا نحن نتحدث ونتغنى في المحافظة على سلامة أبنائنا وفي عوامل السلامة التي هي سواء كانت في المدرسة وخارج المدرسة، قلنا أننا يجب أن نذهب إلى هذا القرار في المنع. وشاركنا في ذلك أيضا الأخوة في الشرطة الذين سارعوا بالاستجابة وبدأوا بحملة لمصادرة هذه السكوترات من الشوارع، وأيضا قمنا بحملة إرشادات وتوعية عبر صفحات المدارس والمرشدين التربويين للأهل أيضا أن ينتبهوا إلى أبنائهم خارج الدوام المدرسي الذي هو ليس تحت سيطرتنا ولكن هو تحت سيطرة وعين الآباء والأمهات. وربما هنا أود أن أعرج على نقطتين هامتين، بداية يعني للأسف وجود السكوترات ومخالفتها في طبيعة المسارات التي تسلكها، هذا لا يعني أن الخلل يقع على عاتق السكوتر وحده، وإنما كذلك في السرعات الجنونية من قبل بعض السائقين في السدارات، هذا لابد كذلك أن نعرج عليه. وبذا نحن اليوم توضيح هذا للسادة المستمع، لأن البعض بيقول أنه كمان في هناك اللي الناس اللي بتسرع لازم ينحكى عنهم مش بس السكوترات، ما هما التنتين مشكلة أصلا. السكوترات ما في إلها مسار معين لكي يتم استخدامها بشكل آمن، بالإضافة إلى السرعات الجنونية لبعض السائقين في الشوارع التي يجب أن لا تزيد السرعة فيها عن 30 كيلومتر. وبالتالي يعني شقي هذه المعادلة يؤدي إلى فقد الأرواح. لكن ماذا عن مطالبة بعض الأهالي بتوفير مواصلات مؤمنة لأبنائهم كي لا يضطروا لاستخدام مثل هذه المركبات الكهربائية أستاذ سائد؟ ويقولوا أنه في بعض المدارس بعيدة
بعيده عن ابنائنا، وانا بضطر او ابني بيضطر يستخدم البسكليت الهوائي او الكهربائي او حتى السكوتر حتى يصل الى المدرسه نتيجه عدم قدرتنا لدفع المواصلات. كيف يتم الرد على مثل هذه يعني ربما الملاحظات من الاهالي؟ أختي وفاء، قبل الحديث هذا بشكل إيجاز عن هذا الموضوع، أريد أن أنوه لقضية معينة، ويعلمها الجميع أن دولة الاحتلال جمعت كل هذه السكوترات من الداخل المحتل ومنعتها بشكل بات نتيجة الحوادث التي كانت تحصل، وأيضا يعني بمعنى رمتها في 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 مناطقنا وفي مناطق السلطة الوطنية وفي مناطق الضفة الغربية وممكن قطاع غزة. هذه الحقيقة التي يجب أن يعلمها الجميع. هذه السكوترات اللي هي اليوم كلها ممتلئة في الشوارع من قبل سنة وسنتين فقط لاحظناها بعد أن قامت دولة الاحتلال بجمعها وعلى شكل ناس راح اشتروها ووزعوها في الضفة الغربية كتجارة. هذا هو هذه الحقيقة الذي يجب أن ندركها جميعا. القضية الأخرى بما يتعلق في مطالب الأهل يا أختي وفاء، نعم هناك مناطق ممكن تكون بعيدة عن بيت بعيد عن أو بيوت بعيدة عن المدارس التي تحتضن طلبتنا، ولكن أريد أن أقول للأهل عندما يمرض الإبن أو البنت نحن ندفع الغالي والنفيس من أجل شفائه، فكيف إذا كان الخطر يحدث بحياة أبنائنا ماذا نعمل؟ يجب أن نأخذ كل الاحتياطات اللازمة كي لا نفقد طالب وطفلة وطفل آخر، لأن هذا الخطر قائم وهذه الحالة قائمة إن لم نحد منها كظاهرة. ما بصير إحنا نتبرر نأخذ حجة البيت البعيد وما شابه ذلك. نعم ليدفع الأهل ليدفعوا في المواصلات خوفا من أن يدفعوا أعمار أبنائهم، هذا الذي يجب أن يفهمه الأهل. لكن ماذا عن طرفكم أستاذ سائد؟ يعني دعني بس هنا أستفسر. يعني نحن نعلم أن للأسف بعض الاستهتار من قبل بعض الأهالي قد يودي بحياة أطفالهم، لكن البعض الآخر الذي لا حول له ولا قوة في أن يوفر مواصلات، ونحن نعلم أن حدث وأرواح أبنائنا هي أغلى ما يمكن، لكن ماذا عن اقتراحات وبدائل من قبل التربية والتعليم؟ هذا اللي كنت بدي أحكي وفاء. وفاء أبعد مدرسة عن أي طالب عن بيت أي طالب لا تتجاوز مئات الأمتار يا وفاء. نحن نريد في كل المناطق والحارات والأزقة في هناك مدارس لطلبتنا قريبة من طلبتنا حتى البعيدة أصلا بالشكل الطبيعي هم بيجوا بحافلات وبيجوا بسيارات أجرة. ولكن اللي بدي أقوله كمان إشي آخر، إحنا كمان ليش ما نرجع إذا بدنا نحكي عن قيم، ليش ما نرجع إن أولادنا صباحا يتنفسوا هذا الهواء ويمشوا؟ ما إحنا قاعدين بنعود فيهم يمشوا وبدنا إياهم يحافظوا على صحتهم وسلامتهم وعلى لياقتهم البدنية، ناهيك عن الأمراض اللي قاعد بتصير. هذا الواقع اللي موجود في السكوترات وفي الدراجات الهوائية يجعل من الولد عفوا اتكالي في الدرجة الأولى ولا يمارس أدنى درجات الحركة اللي هي مطلوبة منه. هذا أنا بحكي أستاذ سائد. يعني هذه النقطة جميلة، لكن دعني أتحدث. أنا قبل قليل وقبل أن أتحدث وإياك قلت أنه الله يرحم أيام كنا نروح ونيجي مشي، لكن هنا أود أن أنوه أن البيئة بصراحة التي الآن أنا شخصيا مش مستعدة أخلي بنتي تروح تمشي في الشارع، لأنه قطيع الكلاب رح يلحقها، عشان بس تكون بالصورة، لأنه إحنا كمان في عنا تبعات أخرى أستاذ سائد. للأمانة أنا بحب نكون بصورة الواقع وما أجملش كثير، نكون واقعيين واضحين شفافين. إحنا البيئة اللي عنا مش آمنة للمشي للطلاب لأطفال حتى لطلاب الثانوية، بمعنى احنا فيش عنا أرصفة زي الخلق والناس عشان يمشوا عليها أساسا. احنا عنا قطيع من الكلاب الضالة اللي بتكون منتشرة في شوارعنا، وإحنا بنحكي عن قلب المدينة أيضا. وبالتالي خلينا نروح على استثني لي موضوع المشي والرياضة، بيعملوا رياضة في دورهم هم حرين، بدهم مش هم حرين. خلينا نروح على موضوع أكثر جدية بالبديل. لماذا لا يكون هنالك مواصلات آمنة أقل تكلفة على الطلاب بحيث تكون في متاح يعني متاحة لكل الأهالي الكرام، إنه ما يستثقلش موضوع إن أنا أدفع 10 شيكل أو 15 أو 8 شيكل، لا بدفع أجرة مواصلات اللي هي الخفيفة الشيكلين الثلاثة إن طيرت. فبالتالي بصراحة في ظل اليوم إحنا طول كرم تتوسع تمتد مدارسها تبتعد الأعداد تتزايد، وبالتالي الطلاب قد يضطروا لقطع مسافات طويلة. خلينا نبحث عن البديل الآمن.
بالضبط وفاء البديل، يعني ربما يفترض أن يكون في هناك مشاركة من الجميع لتوفير هذه البدائل. أكيد كل أكيد. الناس الشركاء في هذا الموضوع، رغم أنه يعني حركة السير في البلد مش ضعيفة للدرجة أنه بتخليش الطلاب يوصلوا إلى مدارسهم. ولكن أنا مرة أخرى بدي أقول يا وفاء، إحنا ما دمنا نبحث عن حل لموضوع، وكلنا كنا النادي قبل هذه القضية، كنا النادي انه يا عمي احموا اولادنا من السكوترات، امنعوا السكوترات، امنعوا الدرجات. طبعا قبل فترة كنا النادي في هذا الموضوع. اليوم صار لانه بدنا نحد فيه ونباشر العمل فيه، صرنا بدنا نبحث عن حجج وقضايا اخرى. لا، احنا بنقول طلابنا وحياة طلابنا ومستقبل بلدنا اهم من كل شيء، صحتهم وسلامتهم في وصولهم الى مدارسهم اهم من كل شيء. الان القضايا الاخرى التي تسهل وصول الطلبة الى مدارسهم، هذه القضايا يجب ان يشترك بها الجميع، البلديات والمواصلات ونقابة السائقين والكل، والتربية والتعليم ايضا يجب ان يكون في هناك ايضا حديث مباشر مع هذه الجهات واجتماع. وربما أنت يعني أعطتيني علقت الجرس أن يكون في هناك اجتماع قريب مع هذه الجهات التي أتحدث عنها. صحيح. من أجل توفير مواصلات عامة التي تخلو منها للأسف طول كرم، المواصلات العامة التي تخلو منها طول كرم خاصة الباصات. الباصات 100%. فهذا يعني ربما يعني أنت أعطتيني يعني إنذار أنه فعلا يجب أن نباشر العمل حتى نحمي. وذكرت قضية الكلاب الضالة. صحيح. وأنا بدي أشكرك كثير، والحديث اللي كنا نتحدثه مع الشرطة ومع البلديات في هذا الموضوع، نعم أصبحت شوارعنا مرتع للكلاب الضالة للأسف الشديد. يجب على الكل أن يتحرك، مش بس السكوترات، كمان هي وبنكرر أستاذ سائد عشان بس حتى يتم وضع النقاط على الحروف وفي نصابها، أنه ليست التربية وحدها، وهنا مش من باب الدفاع أبدا، لكن من باب أنه يكون عن جد قديش يكون في المسؤولين يقوموا بواجباتهم بمسؤوليتهم، مش التربية وحدها من عليها أن توفر مواصلات، لازم وزارة النقل المواصلات تكون شريكة، أيضا الجهات الأخرى التي يجب أن تكون في هذه الصورة، والأهل كمان يكون في مطالبات. ومع أنه يعني دائما وابدا الاهل بدور على قديش في انه يكون امان، قديش يكون في وفره للجيبي كمان، يعني ما ننساهاش، بروح على هذا الموضوع. اجمالا احنا كمان اسفين جدا انه اضطرينا، مع انه احنا مسبقا حكينا عن هذا الموضوع مع الافراد الشرطيين في مختلف المناسبات، بصراحه مناسبه بدون مناسبه كنا نذكر موضوع السكوترات وضروره منعها وضروره انه يكون في هناك ضبط ايقاع لاستخدامها، لكن للأسف يعني خسرنا روح هذا الطفل. نور الرحمة، كل الرحمة لروحه. نأمل بعد هذه الخسارة المؤلمة أن يكون هنالك تحركا إيجابيا وبديلا إيجابيا آمنا بالنسبة لأبنائنا ولأطفالنا. إجمالا سنكون في المتابعة وإياكم. أستاذ سائد قبه، شكرا جزيل الشكر لك على هذه المداخلة وعلى استجابتكم. نواصل مع حضراتكم في مشوارنا وضمن كذلك صباحاتنا، والمزيد وإياكم.